خليني اخد معانا على التليفون ايضا سياده السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بك سياده السفير. اهلا بيك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام. اهلا بيك. طب سياده السفير، كنا عايزين يعني تعليق من حضرتك بتحليل ايضا اذا حضرتك يعني تفضلت علينا حول هذه الزياره وتوقيتها. طيب، هو اولا في ملاحظتين مبدئيين، وهي الملاحظة الأولى هي مدى الحفاوة التي قول بها الرئيس فتح السيسي في الرياض. صحيح. في مقابلاته مع جلالة الملك سلمان وولي العهد، ومدى الكيمياء الشخصية والإنسانية التي تربط بين الزعماء الثلاثة، بالتالي يعني ده له واقع خاص في تطوير الرؤية المشتركة بين البلدين على هذا المستوى. دي الملاحظة الأولى. ولكن الملاحظة الثانية، أن الزيارة تأتي في تطورات، في وسط تطورات متسارعة جدا على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي. ولئن لم يكن هناك تعاون ما بين الدولتين الرئيسيتين والدول الأربعة المستقرة اللي هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فطبعا التطورات دي قد تتسارع ولا نستطيع أن نقدم نطور رؤية مشتركة. وبالتالي الزيارة جاءت لتحقق هذه الخطوة، وهي أن يكون هناك دائما رؤية مشتركة، يعني تجعل إمكانية العمل المشترك بين الدولتين في الظروف البالغة الصعوبة اللي بيمر بها العالم ككل. دي النقطة الأولى. عظيم. النقطة الثانية، أنا شفت الحقيقة طلعت على البيان المشترك. البيان بيغطي كافة المجالات، يعني زي ما أنت أشرت في كلمتك وأشار الأخ مجدي حسين، بيغطي التطورات في الإقليم كله، الإقليم العربي كله، كل القضايا المطروحة. وهناك تطابق إلى حد كبير في الرؤى وفي المواقف بين مصر والسعودية في قضايا العراق، لبنان، سوريا، السودان، اليمن، وليبيا وما إليه. دي قضايا يعني مرتبطة بالأمن القومي العربي ككل، ويلاحظ في البيان أنها بيؤكد على أن يكون هناك يعني أمن، تركيز على الأمن العربي، وأن يكون هناك يعني تفعيل للعمل المشترك من خلال الجامعة العربية ومن خلال الآليات المختلفة التي يعني بنيت في الفترة السابقة. ودي نقطة مهمة جدا، أن يكون هناك تفعيل مرة أخرى للتعاون العربي في هذا الإطار من القيادات في الدولتين. ولكن بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالمنطقة، هناك القضايا الثنائية. وتحدث البيان بشكل مفصل على العلاقات الثنائية، ابتداء من العلاقات السياسية والدفاع انتهاء بالرياضة، يعني غطى العلاقات الثقافية، العلاقات الأمنية، العلاقات الاقتصادية، العلاقات في مجال احتماء المواقف المختلفة مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بالأمن، الأمن المائي المصري، مرتبطة بالتهديدات التي يتعرض لها المنطقة ككل. وبالتالي إلى حد كبير هذه الزيارة بتوضح أن هناك تلاقي في المصالح وفي الرؤى وفي الاتجاهات السياسية بين الدولتين الكبيرتين في المنطقة، في ضوء أن العالم بيتغير تغيرا بالغ السرعة. لحد دلوقتي ليس هناك وضوح، هناك ضبابية في ماذا سيكون بعد حرب أوكرانيا، بعد الحرب ما بين الغرب وروسيا، الاتحاد الروسي، وما هي المواقف التي ستتبلور بعد هذا. وبالتالي يجب أن يكون هناك على الأقل تبادل في الرؤى وتبادل في الرأي لدينا القيادات في الدولتين. عظيم جدا. عظيم جدا. طب سيد سفير، أخيرا يعني بعد إذن حضرتك، بخصوص الحديث وأيضا ما تم الإشارة إليه في البيان حول اليمن، بتعتقد أنه يعني أنا جالي هذا الإحساس أنه غالبا إحنا بصدد إيجاد حلول نهائية للأزمة اليمنية خلال 2022 2023؟ شوف، هو كان في تحرك مشترك وتحرك سعودي بالذات على ان يكون هناك رؤيه جديده للموقف في اليمن، ومصر بتؤيد هذا التحرك لان نؤيد ان يكون هناك استقرار في المنطقه والا يكون هناك تهديد للامن السعودي وللامن العربي ككل. صحيح. ولكن المشكله ان احنا دخلنا في مرحله دلوقتي غير واضحه في المعالم، لقينا روسيا دلوقتي بتواجه الغرب، ولقينا دولتين فقط او يعني ثلاث دول من الدول العربيه بتقفل في المعسكر الروسي بشكل مباشر، سوريا والحوثيين واريتريا. وبالتالي ما هو الموقف عندما تتبدل الامور وتتضح الصوره بعد انتهاء الحرب، وبعد يعني يكون هناك رؤيه جديده لما بعد الحرب؟ لحد دلوقتي مش واضحه. ولكن على الاقل ان يكون هناك موقف مصري سعودي واضح مشترك، ده يعني يبدد الشكوك حول
ان هناك يعني اراده عربيه لايقاف هذا التدهور في الموقف في اليمن، والايقاف كمان الاعتداءات المختلفه التي تقوم بها الحوثي على الامن السعودي والامن الاماراتي، ايضا الرغبه في ان يكون هناك حل في النهايه، يعني يجب ان يكون هناك حل توافقي، وهو ما تتطلع اليه كل الدول وخصوصا تاكد عليه السعوديه بالذات في هذه المرحله. عظيم جدا، انا بشكرك جدا سيادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه الاسبق، ايضا في تعليق وتحليل لزياره فخامه الرئيس المصري.